خلي زايد يسجل لي هالبيت باسمي، ساعتها بصير كل شي بدنا اياه. بتعرفي حبيبتي؟ أنا كثير عم بشتاق لك، يا ريت لو بتضلك معي على طول. هانت حبيبي هانت. خلي زايد يسجل لي هالبيت باسمي، ساعتها بصير كل شي بدنا اياه. مش بس البيت، لازم تعملي كل شي بتقدر عليه لتسحبي كل المصاري اللي معه. ايه اكيد. واليوم رح روح لعند سيما على الشركة، لازم اقنعها ترجع لزيد وياخذ منه مصاري كتير. مكلورة تتصائب صارت معه، وساعتها انا رح اسحب منه كل شي. بتعرف شو اللي بيعجبني فيك؟ انك ذكية وبتعملي مصلحتك. كيفك سيما؟ عم قلك كيفك؟ شو جابك لهون؟ أنا رحت عند أختك آية على الجيم وقلت لها بدي أشوفك. نعم؟ ليش رحت لعندها؟ شو بدك منها؟ رحت لعندها وطلبت منها تحكي معك كرمال قابلك. ما خبرتيك؟ لا ما خبرتني. فيني أعرف ليش رحت لعندها؟ بدي اياكي تسمعيني. انا جاي اعترف لك بغلط يلي عملته معك من زمان. وشو رح ينفعني اعترافك هلا؟ انا غلطت معك واخذت منك زايد. ليش مين قال لك انه زايد لإلي اساسا لتاخدي مني؟ ما بعرف، انت وزايد كنتوا تحبوا بعض. مين قال لك انه كنا نحب بعض؟ مين قال لك انه انا كنت احبه لهو يحبني اساسا؟ ما انا بعرف انه كنتوا على علاقه وكنتوا تحبوا بعض. وأنا كمان بعرف إنه أنتوا كنتوا على علاقة وكان وهمني بالحب، بس كان عم بكذب مشان يتجوز حضرتك. عم تتمسخري علي؟ لا، عم حطك بالصورة إنه أنا بعرف كل شيء وبعرف إنه كنتوا على علاقة من أيام الجامعة. شو بتقصدي؟ قصدي إنه اعترافك ما رح يفيدني بشي. مع السلامة. كنت حابة تسمعيني. قلتلك انقلعي. وعم تقلعيني؟ طيب حاجة. اوكي زينة. كامل بين هون، مش على اساس لازم تكون بالمشروع؟ ايه، ما في ملف نسيته ضروري كنت اعطيه للمعلمين بالورشة، فتعوقت بالبيت فرح اخده وروح على الورشة دغري. اوكي غلط اللي عملتيه. غلط. ليه غلط؟ انا كان كل قصدي ساعدك وكمل اللعبه معك. انه انت شو مفكره البنت غبيه؟ بتضحك عليها بكلمتين بتفتلي لها مخها؟ سيما كثير ذكيه يا دينا، كثير ذكيه. لو بقيت عندها اكثر من هيك كنت اقتنعت مني وصدقتني. انت كيف تتصرفي من راسك ولحالك من دون ما ترجعي لي اصلا؟ كنت حبي اعمل لك اياها مفاجاه، بس ما توقعت سيما تكون بهالوقاحه وتقلعني من الشركه. أكيد بدها تقلعك، إنه هيدي ردة فعل طبيعية، منيح اللي قلعتك وبس ما عملت شي تاني. شو بدها تعمل أكتر من هيك يعني؟ ما قلعتني. تعمل هيدي المخلوقة ممكن تحرقنا حرق. وهلأ شو العمل؟ خلص، انسي أنت القصة، أنا بفكر بالموضوع. شو رح تعمل؟ بعدين.